غادي نرش لكم رشه هنايا باش تشوفوا الفرق. شتو كيفاش هذا بعدا كاين راه كيمتصوا الجلد دغيا الا كان زيت ارغان حقيقي. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة مريامة. كما كتشوفوا قدامكم اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على زيت ارغان، بما انه كاع الناس دابا ولاو كيبحثوا على زيت الارغان الحقيقي اللي كيتستعمل في التجميل، والنساء بزاف عموما ولاو باغيينو باش يستخدموه اما في الوصفات اما لغرض التجميل. المهم انا هنايا عندي نوعين من زيت ارغان، غادي نحكي لكم القصة اللي كاينه مورا هذا النوع هذا بالضبط. المهم هنايا كما كتشوفوا عندي جوج انواع ديال زيت ارغان. الاغلبيه ديال الناس ما كيكونوش عارفين زيت ارغان الحقيقي من زيت ارغان المزور، خصوصا هذا ديال التجميل. اما بالنسبه للاكل حتى هو راه فيه التزوير حتى هو طبعا، ولكن المهم انا غرضي نهضر لكم على هذا ديال التجميل، لانني بصراحه حتى انا طحت في الفخ، واخا انا عندي تجربه مع زيت ارغان ولكني وقعت في الفخ. المهم قبل من هذا الشيء ما تنساوش دائما تضغطوا على زر الاشتراك اللي هو احمر اسفل الفيديو، ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع احبابكم باش يستافد الجميع، خصوصا البنات اللي كيبحثوا على زيت ارغان وباغيين يستخدموه لغرض التجميل. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع احبابكم، ما تنساوش تضغطوا جيم ودخلوا لي كومونتير تقولوا لي فيه الراي ديالكم في هذا الفيديو. كما كتشوفوا هنايا انا عندي جوج نوع ديال زيت ارغان، هذا هو النوع الاصلي، هذا النوع مزيان صراحه، انا ديجا استخدمته عاود استخدمته ورجعت خديته من بعد ما تشمت في هذه القاروره هذه. المهم هذا زيت ارغان حقيقي 100%، انا عن تجربه خديته. المهم غادي نوريكم من بعد كيفاش غادي تعرفوه من خلال اللون بعدا. كاين اول حاجه هانتوما كتشوفوا اللون ديالو، اللون ديالو كيكون بحال هكا صفرفر شويه غادي للذهبي. اما هذا هانتوما كتشوفوا اللون ديالو كما كتلاحظوا باين الفرق من الشوفه، باين الفرق. المهم هاد الزيت ارغان هذا كيكون اللون ديالو بحال هكا، وكيكون هذا مصادق عليه من اونسا اللي هي المكتب الوطني للسلامه الصحيه والمنتوجات الغذائيه، وهذا ما كيتعطاش لاي واحد، يعني كيدوزوا عليه هو الاول التيست ديالهم كيعرفوا واش هو كيستحق هذه الوثيقه هذه او هذه الشهاده هذه او لا. المهم كيكون هو مطحون على البارد، يعني كيكون معصور على البارد، ما كيخصوش يكون سخون لانه غادي يتحول غيولي ديال الاكل طبعا، لانه السخون الى قاسو يعني ما كيبقاش مازال كيفقد الخصائص ديالو اللي بغيناهم لغرض التجميل. ليكم دابا القصه ديالي مع هادي. اول حاجه عاد غادي نرجعوا نهضروا مازال على هادي وكيفاش غادي تلقاو تحصلوا على هاد القرعه هادي لا على هاد زيت ارغان هذا الحقيقي. المهم كما كتشوفوا هنايا عندي هاد زيت ارغان هذا خديته من سوق الحد، يعني اللي كيعرف اكادير واللي ديجا مشى لسوق الحد غادي يكون في الدخله غادي تشوفوا المحلات اللي كيبيعوا هاد زيت ارغان، وكيبيعوا املو وكيبيعوا ارغان ديال يعني ديال الماكله ماشي ديال التجميل، وكيبيعوا حتى هذا ديال التجميل. ولكن انا يعني من خلال التجربه ديالي انا قلت علاش لا. المهم نشوف، انا امي شكراتو ليا الصراحه، انا ما عرفتش ما عمري خديته. المهم امي شكراتو ليا، الوالده شكراتو ليا، فقلت علاش لا ما ناخذوش. فاش خديته المهم جبته حتى للدار صراحه ما جربتوش، حتى جيت رجعت لداري عاد جربته رشيته من بعد ما غسلت، يعني كيخصك ديريه من بعد الغسل طبعا. فانا من بعد ملي درتو من بعد الغسل بيت ندير به مساج، صافي كنشم فيه واحد الريحه خانزه بزاف، يعني فيه ريحه لوسيور. لوسيور كما هو كما انزل خلطوا معاه شي ريحه ديال المعزي. المهم الا شميتوه كتشموا فيه ريحه المعزي، ماشي يعني ريحه المعزي مخلطه مع لوسيور، ريحه قاصحه مجهده خايبه، ما عرفت انا كاع شنو خلطوا هنايا. المهم هادشي الصراحه اللي درتو على وجهها ما عرفت كاع كي غادي يولي، خصوصا اللي معتبره انه زيت ارغان حقيقي وتبعته واحد المده يعني الزلمه. المهم صراحه هادو ومازال كتشوفي يعني بالحياه ديالهم، يعني انا هذا اللي خديت عنده بالحياه ديالو دائما كيتشمتونا صحاب الحياه. المهم ردوا بالكم. المهم انا ما غاريتش انني ننتقد، كل واحد حر في صيفته يعني كيفاش بغى يدير في الوجه ديالو ولا في حالته. المهم انا كنتقد انه الناس كنكونوا مخشوشين بشي شخص من خلال المظهر ديالو، ولكن هو في الاخير يعني كيشفرنا كيسرقنا غير من خلال هاد المظاهر. المهم حنا ما غرضناش بهذا الشيء،
وباش كيزيدوا يشمتوك يعني في المحل ديالهم كيحطوا لك زيت ارغان ديال الاكل يعني انا كنعرفه. المهم دقت عندهم املو هو هذاك عجبني صراحه املو ديال اللوز. المهم قلت واقيلا يقدر حتى ملي دقت صراحه ملي دقت داك املو قلت واقيلا حتى زيت ارغان ديالهم ديال التجميل غيكون معتبر. صراحه تقولبت فيه. كنصح كاع الناس انهم ما ياخذوش بحال هاد القرعيه هادو خصوصا انهم ما مكتوبش فيهم حتى شي شهاده يعني ما عندهم حتى شي شهاده بحال كما هادي يعني هادي عندها الشهاده ديال اونسا. كما كتشوفوا هاد القاروره هادي غير بلاستيك يعني ماشي زاج. اما هادي شوفوا غير الديكور ديالها صراحه زوينه تاخديها معك في السفر. المهم صراحه جميله بزاف عجبتني. هي من الزاج ماشي من البلاستيك يعني ردوا بالكم. وكما كتشوفوا هنايا راه المقر ديال الشركه او لا ديال التعاونيه اللي كدير زيت ارغان. هاد زيت ارغان هذا يعني كاينه في بيزا كارنيه. وكاين هنا النيميرو ديال التليفون انا نخلي لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو بالنسبه للبنات الا بغيتوا تاخذوه. صراحه نصيحه مني لكم خذوا من عند هذا السيد راه صراحه ثقه ومزيان. صراحه انا استخدمته مده طويله وعجبني بزاف وصراحه لقيت نتائج يعني اول تجربه تديروه كتلاحظوا بلي انه كيبان لكم الفرق. المهم هانتوما انا النمره ديال التليفون غنخليها لكم في صندوق الوصف كما قلت لكم. الثمن ديالها راه الثمن ديال هذه القاروره هذه راه 40 درهم مزيانه صراحه. اللهم تاخدي شي حاجه مزيانه وما توقفيها ولا تاخدي شي حاجه بحال هكا 20 درهم زيت ليسيور. صراحه هذا غادي يبيع غير شي خمسه ديال القراي بحال هكا يطلع 5 لتر ديال الزيت ليسيور. هادي دابا خمسه من هادو محال واش نسيترو تقريبا يعمر بهم خمسه حيت 30 مليلتر واقيلا تكون في هادي يعمر خمسه من هادو غيردوا لي 5 لتر ديال الزيت ليسيور كنحن تما زيت ليسيور. المهم هادي راه فيها 30 مليلتر. المهم كما قلت لكم غادي نخلي لكم الرقم الهاتف نعاود نقولها ثاني في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ما عليكم الا تدخلوا لصندوق الوصف وتاخذوه اولا نخلي لكم كذلك في اول تعليق ليا في الفيديو. نوريكم دابا الفرق بين هذا اللي هو زيت ارغان حقيقي ونوريكم هذا اللي هو مغشوش. اولا بعدا بلا ريحه ما غاديش نهضروا على الريحه. فهذا الريحه ديالو شويه خفيفه واللي كيعرف زيت ارغان غادي يشم منه شويه الريحه ديال التزنين. حنا كنقولوا لهم التزنين يعني اللب ديال 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 التمره ديال الارغان اللوز ديالو اولا اش كيقولوا ما عرفتش كتقولوا لهم نتوما بالعربيه. المهم حنا كنقولوا ليه بالشلحه تيزنين. انا كنشم فيه ريحه التزنين خفيفه. دابا غادي نرش لكم رشه هنايا باش تشوفوا الفرق. شتو كيفاش هذا بعدا كاين راه كتمتصو كيمتصو الجلد دغيا. الا كان زيت ارغان حقيقي فهو راه كيتمتص دغيا نتوما وما كي ماشي مزيت. انتم ملي كتديروا ليه بحال هكا بين صباعكم كتحسوا بحايله شويه كيتلصقوا ولا بحال شويه كيتلصقوا. المهم هكا باش كنعرفوا انا كديروا بحال هكا. المهم فاش كدلكوا مزيان راه كيتمتص. انا ديجا درتو الصراحه قبل من هاد المره درتو فاش يلاه جيت من الحمام حيت يلاه جيت من الحمام. انتم يعني المهم هذه باش غتعرفوها اول حاجه انه شويه كيك بحال الا كتلصق. المهم في شكل الا كديروا صباعكم بحال هكا ما كتحسوش بلي انه بحال الزيت الاخر. المهم في شكل في المكونات ديالو كيتمتصوا الجلد دغيا هو كيتمتص مزيان ما كيبقاش مزيت بزاف هو اصلا ماشي ما مزيتش. المهم غادي نجيو نشوفوا هذا انتما غادي نديروا لكم في هاد البلاصه هذه هي هنايا غادي نديرو غير بصبعي لحقاش ما بغيتش نقيسو هانتو غادي تلاحظوا بلي انه كيبري كتر من هذا. هاد البلاصه هادي راه كتبري كتر من هادي. ها واخا ندلك فيها حتى الغدا حيت هو ما كيتمطصش بحال الاخر. الزيت العاديه ولا زيت ليسيور زيت نباتيه حيت هذه الزيت النباتيه ما عرفتهاش واش ليسيور اللي خلطوا ولا شي باهيه ولا شي حاجه ولا هاله ولا ما نعرف. المهم هانتوما كتجي بحال هكا شتو واخا ندلك فيه حتى للصباع. ها شوفوا هنا وشوفوا هنا راه تمتص هنا شتو كي تيتبري شتو
يعني هكا غادي تعرفوا. تاني حاجة غادي تعرفوا بيه زيت أرغان، ها هو ندلك فيه باقي باش ما كدلكي هو، باش ما كيطلع واقيلا الفوق كيطلع الزيت الفوق. هانتوما هنايا راه مشات الزيت، هنا راه تمطست زيت. المهم اما بالنسبه للريحه فالريحه صراحه خانزه بزاف، ما عرفتش انا اش داروا فيه. المهم هانتوما، المهم هذه هي التجربه ديالي لكم لزيت ارغان. وصراحه يعني بلا ما نبقى نشكروا لكم هذا الزيت هذا، الصراحه انا عجبني، وصراحه دائما كناخذو من عند هذا السيد هذا، غير هذه المره تشمت وخديته من عند هنا. قلت علاش لا، بان ليا رخيص نيت، وملي دقت داك املو فقلت علاش لا، يقدر يكون الزيت ديالهم مزيان وصافي. بالنسبه لهذا السيد هذا اللي بغات تاخذ من عنده زيت ارغان، فهو راه كاين في مراكش، وانا غنخلي لكم تاني النمره ديالو تحت اسفل الفيديو. ما عليكم الا تاخذوها وتصلوا وخذوا، راه يقدر يوصلوا لكم يصيفطوا لكم، وان شاء الله ترد عليا الخبر في الكومنتير اسفل الفيديو. وخليت لكم هنا والراحه، تهلاو فريسكم، بسلام عليكم.